السلام عليكم شباب، معكم جود جي دي 13 من هروج المصارع، ومعانا اليوم يعني خبر عاجل فجع الكل، تويتر الانترنت كله انفجر. WWE رسميا تعلن عبر حسابها في تويتر ان الاسطورة كيرت انجل راح يصارع في WWE TLC يوم الاحد او فجر الاثنين. عندنا كيرت انجل رجع يا جماعة، كيرت انجل راح يكون بديل لرومان رينز في TLC، يعني راح يكون مع سيث رولنز دين أمبروز ضد الخمسة اللي هو ميز البار اللي هم شيمس سيزارو برون سترومن واخيرا كين. ما حدد ويش المشكلة، لكن احنا اعلنا في حساب هروج مصارع على تويتر من تقريبا يومين ان بري وايت بو دالس وجوجو يعانون من مرض التهاب السحالي اتوقع او شيء زي كذا اسمه، فممكن يكون انتشر ويقول ان رومان رينز مصاب برضو بمشكلة صحية وعكة صحية ما هي محددة حتى الآن، بس كانت يعني تحت الخط الأحمر يعني خطر، فشالوه وطلعوه من الأمر. أكيد يعني عبر حسابنا إن شاء الله في هروج مصارع راح نوضح أكثر إيش اللي صاير، WWE راح تعلن أكثر. في نفس الوقت إيجي ستايلز راح يكون مكان بري وايت، إيجي ستايلز راح يكون بديل بري وايت قدام فين بالر، يعني شيء أحلى وأحلى، بس في نفس الوقت ما انت فاهم ايش اللي قاعد يصير. يعني هذا المرض يعتبر خطير لانه ياثر على غشاء في الدماغ شيء زي كذا. لكن نرجع كرت انجل رجع المصارعه من جديد، اسطوره يا عالم، كرت انجل رجع. كنت معاكم جود جي دي 13، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير، هذه البريكنج نيوز والى اللقاء.